في أحد الأيام كنت أقف أمام كشك الجرائد، وإذا بي يرن في أذني صوت أحدهم يطلب جريدة الحوادث. وكانت هذه المرة الأولى التي تعرفت فيها على هذه الجريدة التي تحوي بين صفحاتها أخبار جرائم البشر. لفتت نظري هذه الجريدة لأشتريها بكل ما كان في جيبي حينها بدافع الفضول. وحينما فتحت أول صفحاتها كان لي موعد مع الغرام الغريب الذي وقعت فيه من تلك اللحظة، وكأنه حب النظرة الأولى. مع أول سطور الجريمة الأولى التي لا أنساها إلى هذا اليوم شعرت أني وجدت شغفي. كانت تلك الحادثة التي اشتهرت حينها عن مقتل السيدة بطة السيد. كان الشاب الصعيدي عاطف أشرف من أبناء الصعيد يعيش مع أسرته المتكونة من 3 أخوات بنات وولدين وأمه، حيث كان والده متوفي وهو في عمر 5 سنوات. كان أيضا هو الأصغر في إخوته، وبعد وفاة والده تولى الأسرة الأخ الأكبر عاصم، والذي اجتهد في عمله ليصنع تجارة خاصة بالأسرة. حاول أن يجعل إخوته معه حتى يكبرون التجارة ولا يعانون ما عناه من تحديات الحياة. بدأ عاطف في العمل مع عاصم أخوه وهو في عمر 15 بعد أن أتم شهادته الإعدادية. لكن كان عاطف شاب جميل جدا كشكل، والتفت لجماله من كلمات الغزل التي كان يسمعها من سيدات القرية، فشعر أنه يمتلك كنزا خاص به وحده، وإن مكانه خارج مصنع الطوب الخاص بأخوه. وتعرف على السيدة أميمة التي كانت تكبره 20 عام. كانت غنية جدا وأرملة جميلة ولم ترزق بأولاد، وبدأت هي في نسج الشباك حول الشاب الصغير الذي أغراه الأموال التي تمتلكها، فبدأ في الاستجابة لمطالبها، وبالفعل أقام معها علاقة. وبدأت أخبار هذه العلاقة في الانتشار، فصار عليه إخوته الأكبر. لكن عاطف كان متمرد بطبعه وقرر أن يترك لهم المنزل، وعاش مع السيدة أميمة في بيت على أطراف القرية. كان يرى نفسه يستحق ألا يعمل ويكفي أن تصرف عليه النساء. بالفعل كانت أميمة تحقق له هذه الرغبة لأنها وقعت في غرامه، لكن الريح لا تأتي بما تشتهيه السفن. ضاق صدر عاطف بنظرات أهل القرية له ومضايقات إخوته التي لم تتوقف أبدا، فقرر أن يسرق ما تطوله يده من السيدة أميمة، وهرب إلى القاهرة المحافظة الواسعة التي لا يعرف فيها أحدا، وحلم بالثراء الفاحش وشعر أن القاهرة بوابة أحلامه. فاشترى بالأموال التي سرقها من أميمة دكان وأتواب من القماش، وأصبح صاحب تجارة خاصة به في أحد أحياء القاهرة التي احتضنته. وبمساعدة جماله وكلامه المعسول بدأ في نشاطه مرة أخرى. تعرف على سيدات الحي الأسرياء الأرامل أو المطلقات أو الغائب أزواجهن، وبالفعل بدأ في رحلته الإجرامية في النصب على السيدات التي وصل عددهن إلى 13 سيدة. وبدأت أخبار عاطف تنتشر، وقضايا النصب بدأت في أن تطارده. وهنا انتبه إلى أنه يحتاج أن يهرب ويغير اسمه ويعيش باسم مختلف في مكان آخر، فهرب إلى الإسكندرية تحت اسم السيد مخلوف. عاش في البداية سنوات في هدوء كتاجر عادي، أتى من الصعيد إلى الإسكندرية العامرة، لكن جماله جذبه مرة أخرى إلى نفس الطريق، فعاد لكن هذه المرة بأسلوب مختلف تماما. فقد لاحظ عاطف أن النصب يعرضه إلى الملاحقة من رجال الأمن، فقرر اتباع أسلوب جديد، فاشترى فيلا في منطقة الأسرياء بكل ما كان يملك من مال، وبدأ في مواعدة أرامل الأسرياء في السر. لكن هذه المرة لم يترك دليل على نصبه وراءه، فقد أعد في الفيلا مقبرة خاصة ودفن فيها ضحايا على أمل أن يخفي أثار جرائمه. وبالفعل نجحت خطته لسنوات، كان فيها يستولي على أموال النساء ويقتلهن ويعود يصطاد سيدة أخرى وهكذا، إلى أن صادف في مرة أن قابل عاطف سيدة تدعى حسنة. كانت جميلة جدا لكن لم تكن غنية، بل كانت إحدى فتيات الليل التي تصطاد الأغنياء للاستيلاء على أموالهم. وجاء القدر بما لا يشتهيه عاطف، فإذا به يقع في شباك حبها لتكون هذه بداية النهاية. فإذا به يخرج من حصنه المنيع في الفيلا ويذهب
لبيت السيدة حسنة في منطقة شعبية ويزورها ويقضي أوقات عندها. وهناك سمع عن السيدة بطة السيدة الغنية جدا التي تسكن فوقها، وعرف أنها سيدة عجوز لديها مال ورثته عن زوجها الميت، فأغرته هذه السيدة ولمعت الفكرة في رأسه وبدأ في محاولة زيارتها، وحاول أن يكون مألوفا لديها على أمل أن يستولي على أموالها عن طريق السرقة والهرب. ورتب اليوم ودخل لشقة السيدة بطة، وإذا بها تفتح الباب فيكتم أنفاسها بيده حتى تسقط مغمى عليها، فيدخل يبحث عن المال لتفيق السيدة بطة، فتحاول أن تصرخ فلم يجد أمامه غير سطور ضربها به على رأسها. وقبل أن يخرج من الشقة يجد أهل الحارة على الباب يتمكنوا من القبض عليه، فيكتشف رجال المباحث جرائمه المستترة كلها، وتنفضح قصة المقبرة السرية في الفيلا الخاصة به، ويستخرجون منها ضحاياه، ويعرف أنه قد زور بطاقة شخصية وأن اسمه الحقيقي عاطف. وبهذا تنتهي أسطورته التي ظلت محيرة لرجال المباحث سنوات وسنوات. حينما قرأت هذه الكلمات شعرت بأنني أصبحت أسير التفكير في حل ألغاز الجريمة والتفكير بالطريقة التي يفكر بها الجاني، وأصبحت أجمع كل مصروفي اليومي وأحتفظ به لنهاية الأسبوع حتى أشتري هذه الجريدة التي كان فيها غرامي. فلم تكن الجريمة والتحقيق فيها مجرد متعة عادية، بل كانت لي أقرب بلقاء المحبين. وبالتأكيد كان يوم عرسي حينما أصبحت محقق رسمي، وهذه هي بداية الحكاية. مقدمة مذكرات يوسف الكردي 19/8/1998، الفصل الأول سنة 1968 بعد النكسة بسنة. الحياة ما كانش ليها لون ولا طعم، كل الناس مكسورة ومحدش عنده طاقة يعمل أي حاجة، الناس حزينة ومصدومة وكله مستني خبر كئيب. أصعب مرحلة مرت على البلد كلها، وكله بيتكلم في الاقتصاد وحال البلد بعد الهزيمة وإيه اللي ممكن يحصل. القهاوي لما كانت تشغل الراديو على أغاني حماسية كانت الناس تبص لبعض بس محدش يرفع راسه من الهم ولا يصدق إنها تكون ليها قومة تاني. كان بالنسبة ليهم إحنا انكسرنا واتنحى الرئيس عبد الناصر، وكان مشهد انكسار كبير العيلة، كل الناس معارضين أو مؤيدين كانوا شايفين المشهد كأنه الأب بينكسر قدام عياله ومش قادر يعمل حاجة. ابتدى زمام البلد يسيب في الفترة دي، وفي ناس كتيرة طلعت في الفترة دي تدور على مصلحتها، ولسان حالهم المركب غرقت خلاص وده وقت إن الواحد يفكر في نفسه بس، وكانوا بيحبطوا أي حركة مقاومة تبدأ تظهر. حتى أخبار حرب الاستنزاف كانت مجرد نكتة بالنسبة للشعب في الوقت ده، الناس كانت فقد الأمل تماما. أصل قبل النكسة ورجوع العساكر مكسورين واللي منهم مرجعش خالص، كان الراديو شغال بيزيع إننا قربنا ننتصر، وفجأة أعلنت أنباء النكسة. وفي 9 يونيو 1967 كان الخطاب اللي أعلن فيه عبد الناصر تنحي كأنه بيأكد للناس الصدمة اللي رجتهم في الوقت ده، وخرجوا بالملايين في الشوارع يصرخوا لأنه كان بالنسبة ليهم آخر أمل إن لسه الدنيا بخير. الناس نامت في الشوارع لحد ما رجع في قراره، كانوا عاملين زي الغريق اللي ما صدق لقي قشاية يمسك فيها، لكن اتصدم ان القشاية اتقطمت من النص وانكسرت. ابتدت الدنيا تتفكك، وكله بعد ما كان قلبه على قلب اخوه بقى كل واحد بيفكر ازاي ينقذ نفسه. كان علي الحلواني جندي في الجيش المصري بطل دخل خط النار ومهموش، كان صعيدي دمه حامي وما يقدرش حد يجرب من مربع حراسته، لحد ما في يوم لقى كل اللي حواليه يا هربان يا ميت وهو وحده، وفضل يضرب نار بالسلاح القديم اللي معاه لحد ما صوت السلاح وقف. في اللحظة دي لقاهم حواليه خدوه أسير سنة كاملة، ما كانش حد عارف هو راجع ولا راح مع اللي راحه، وانتهت حكايته. أهله استنوا جثته لكن ما كانتش بتيجي، لحد ما جه اسمه في قوائم الأسرة مع الصليب الأحمر. رجع لهم الأمل انه راجع، وابنه اللي كان عنده 6 سنين شم نفسه انه مش هيعيش يتيم. ومع تسليم الاسرة الحلواني ما كانش له وجود، سألوا عنه وعرفوا انه استشهد في سجونهم وهو بيقاوم التعذيب وطلب الشهادة ونالها على ايديهم. وكان الخبر صدمة جديدة لعيلة الحلواني اللي خسرت كتير من رجالتها في الحرب، وقررت الست امينة انها تربي ابنها وتقفل على نفسها
بافها بعد ما اكتشفت ان في تفريق بين اهالي الشهداء، وخاصة اللي اساميهم ما نزلتش في الكشوف. وطبعا علي اسمه ما نزلش، وناس كتيرة زيه اتظلموا وشافوا التفريق بعينيهم بين اهالي وعيال الابطال، رغم ان كلهم كانوا على خط النار سوا. لكن ناس خدت امتيازات وناس راحت في الرجلين، وحتى المعاش ما خدتوش غير بعد سنين. طبعا الدنيا كانت فوضى ومحدش كان داري بحد. الست أمينة علمت ولدها الأسوأ وشربته المرار، كانت بتدربه كأنه عسكري في الجيش وهو عنده 7 سنين على كل فنون القتال والسلاح، ولما كان يغلط كانت تدوس على قلبها وتعاقبه بسيخ النار المحمي عشان يقوى وينشف عوده، ما هو الأمل انه يرفع راس العيلة تاني ويرجع لهم حقهم. وطلع حامد شاب، بس كانت الحرب خلصت وانتصرنا وسابته الست أمينة في الدنيا وحده، وما كانش يعرف في الدنيا غير السلاح والقتل والدم والتدريب، وما كانش عنده صنعة ولا يعرف حتى يقرأ ولا يكتب. وابتدت من هنا اسطورة حامد علي الحلواني اللي اسمه سمع في كل القطر، وشغلانته كان قاتل مأجور محترف بيكسب اكل عيشه من القتل، وكان بيأجره اي حد وهو ضامن ان طلبه هيتنفذ على اكمل وجه. حامد كان ذكي جدا لدرجة مرعبة. في يوم اتعرف على الخواجة دايلو الروسي، كان تاجر بيجي المينا عشان يجيب بضاعة. وقتها كان حامد سنه 19 سنة، لكن اسمه كان مرعب جدا. اتبناه الخواجة لما عرف وشاف مهاراته في استخدام السلاح وخده معاه لروسيا، واختفى حامد خالص من التاريخ ده. كان تقريبا الكلام ده في سنة 1990. في وقتها كان بيتخرج من كلية الشرطة ضابط نفغة في علم الجريمة، كان كل القيادات بتتنبأ له بمستقبل عظيم، وترشح في التوقيت ده لدراسة الماجستير في علم الجريمة، وكان من أوائل الضباط اللي طلعوا البعثة دي لروسيا. كان اسمه يوسف الكردي. وقتها فضل هناك 9 شهور لحد ما أخذ الماجستير، وكان متفوق جدا لدرجة أبهرت مدرسينه اللي عرضوا عليه إنه يفضل في روسيا، لكن هو رفض وأصر إنه يرجع عشان يخدم بلاده باللي تعلمه. وفعلا رجع يوسف الكردي في أوائل سنة 1991. كله كان منتظر يشوف يوسف الكردي والاسلوب الجديد في التحقيقات اللي تعلمه في روسيا وعلم الجريمة اللي درسه، لكن الانتظار ما كانش سلمي، بالعكس كان في حالة من الاحتقان الشديد تجاه يوسف من ساعة ما وصل خبر انه راجع. وفي شهر 7 سنة 1991 انتدب يوسف الكردي لأول قضية له في المباحث الجنائية، كانت قضية رأي عام في الوقت ده. انتدابه كان اختبار لقدراته أكتر من انه كان حافز او تشجيع لشاب نفغة في مجاله. وفي يوم 13/7/1991 في مكتب امين الهنيدي باشا رئيس مباحث شرق القاهرة، كان المكتب عبارة عن اوضة من قصر قديم فخم واسع جدا، في المدخل في انتري جلد ومكتب السكرتير محفوظ الاحمدي باشا، وكان فيه فاصل خشبي بعده، اوضة تاني فيها ترابيزة اجتماعات وبروجيكتور، وفي باب لأوضة أمين باشا الهنيدي. أول ما دخل يوسف بصله محفوظ باشا من فوق لتحت وقال له بطريقة فيها تقليل منه، أنت بقى اللي جاي لينا من روسيا وهتجيب الديك من ديلو. هز يوسف راسه في هدوء مع ابتسامة خفيفة، فزعق بصوت عالي محفوظ باشا، انتباه يا حضرة الضابط، انت روسيا نسيتك احترام قيادتك، واقف قدامي ازاي كده؟ فقدم يوسف التحية العسكرية له في هدوء شديد، وكسر المشهد ده صوت التليفون، فرفع السماعة محفوظ باشا في توتر وهو بيقول تمام يا باشا، الضابط يوسف الكردي قدامي. تمام يا فندم، هدخله لحضرتك حالا. وقام محفوظ باشا من كرسيه واتحرك وهو متوتر، وخبط على الباب وسمع صوت امين الهنيدي باشا وهو بيقول له ادخل يا محفوظ مفيش وقت يلا. ففتح الباب وظهر قدام يوسف رتب كتيرة قاعدة على كراسي ترابيزة الاجتماعات، وعلى راس الترابيزة كان امين الهنيدي قاعد. فضل يبص لحظات ليوسف وقال له بصوت عنيف، واقف ليه كده يا ابني؟ مستني ايه عشان تدخل؟ دخل يوسف وهو متوتر وادى التحية العسكرية وفضل واقف قدام الترابيزة، فواحد من اللي قاعدين قال له انت مستني الاذن تقعد؟ ما تقعد يا ابني ما عندناش وقت. قعد يوسف على استحياء، بصل له امين باشا وقال له انت اكيد مستغرب، احنا ازاي هنخلي ضابط صغير زيك يمسك قضية كبيرة زي دي؟ لكن دي تعليمات سيادة الوزير. فابتدى يوسف يهدى شوية اول ما سمع
ان في قضية. بص يا ابني، انا عارف انك لسه صغير وما عندكش خبرة كفاية، لكن التعليمات بتقول انك لازم تنزل العمل الميداني. دي اول قضية ليك باذن الله، هنشوف فيها اللي درسته وهنشوف العلام بتاع روسيا نفع ولا اي كلام. ابدأ يا ابني اعرض القضية. وظهرت على الشاشة صور لسيدة خمسينية مرمية على الارض ومدبوحة، وابتدى الضابط اللي واقف عند الشاشة يقول: دي مدام هبة الانصاري، سيدة اعمال مشتبه انها متورطة في ادارة بيت دعارة، لكن للأسف لم يتم اثبات اي شيء عليها. وصلنا بلاغ فجر اليوم من الخادمة انها لقيتها بالمنظر اللي في الصورة ده. كانت هتبقى قضية عادية لو ما كناش لقينا في الدور اللي فوق من الفيلا جسس علام فتحي وابراهيم منصور وحامد اشرف، زي ما حضراتكم شايفين كده متقطعين اجزاء بالمنظر اللي ظاهر ده قدامكم. طبعا دول تلاتة من اهم رجال الاعمال واكبر مستوردين القمح والحبوب في مصر. ده اللي خلى الجريمة ليها مكانة خاصة جدا. طريقة الدبح زي ما حضراتكم شايفين واضح جدا. وهنا قطع يوسف وقال له: بعد اذنك ينفع تجيب الصورة اللي فاتت؟ كل اللي قاعدين بصوا لبعض وقطع الصمت اللي حصل صوت امين الهنيدي وهو بيقول: هات له الصورة اما نشوف هيقول ايه. قام يوسف من مكانه في اتجاه الشاشة وقال وهو بيشاور القطع في رقبة هبة الانصاري بخنجر كابور، وده اشهر خنجر في الجيش الامريكي. استاذن حضرتك شوف الجثث التلاتة تاني وشاور على الجروح. الاصابات هنا مش من نفس الخنجر، دي معمولة بخنجر روسي اسمه كينجال، وده بيأكد لينا اننا مش قدام عملية استخباراتية، لكن لان كل جهاز استخبارات بيعتز باسلحته، وطبعا ده يأكد اننا قدام مجموعة مدربة على اعلى مستوى من الاحترافية. وبما ان الضحايا كانوا مستوردين، مش مستبعد ابدا ان يكون اللي حصل تصفية حسابات من السياسة، واللي عمل الجريمة كان مجموعة من المرتزقة. وفي الاغلب تجميع التلاتة ما كانش اكتر من تغطية على السبب الحقيقي للجريمة، لان واضح ان في ضحية اتعرضت للتعذيب قبل القتل، والباقيين الاتنين الجروح من شكلها بتقول ان التعذيب حصل بعد الوفاة، وده بيشير انها كانت عملية استخلاص معلومات من الضحية دي وتم التغطية عليها بالشكل ده. وطبعا ده بيدينا معلومة اضافية ان قتل الضحايا الباقية ما كانش مترتب له وكان ارتجالي، وده بيأكد ان الهدف كان قتل شخص واحد بس. واحد من العادين سأل: ارتجالي ازاي يعني وانت بتقول ان الهدف القاتل يحاول نظرنا انها جريمة سياسية، وخاصة التلاتة رجال اعمال بيستوردوا سلعة مس الامن الوطني؟ قال يوسف في ثقة: الضحايا كانوا كده كده هيتقتلوا، لكن واضح ان تواجدهم في نفس المكان في نفس التوقيت عمل ارباك للمجموعة اللي قامت بالجريمة، لان مش منطقي ان يكون في تنظيم لجريمة بالحجم ده ويعدي على المجرم نقطة، زي انه اي طبيب شرعي هيعرف يثبت ان اثار التعذيب تدل ان الجثث دي اتعذبت بعد الوفاة مش قبل. فدي نقطة ارتباك مش هيقع فيها شخص مخطط لجريمة بالحجم ده. وسكت اللي في القاعة لحظات ومحدش قادر يتكلم ولا يعبر عن اعجابه بيوسف اللي اظهر فعلا براعة شديدة جدا في تحليل الصور. وكسر الصمت ده صوت يوسف وهو بيقول لهم ان الجريمة دي هدفها الوصول لمعلومة، وضغط قوي في القضية، لاننا لو عرفنا سلوكيات الضحية قبل ما يتقتل هنقدر نوصل للقاتل كان عايز ايه. وعلى فكرة واضح جدا ان الضحية كان متمسك بالمعلومة دي للدرجة اللي خلت القاتل يعذبه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وفي صوابع الضحية اثار لخاتم باينة جدا، ومن لبس الضحية واضح انه كان بيحب المظاهر جدا، فاعتقد ان الخاتم ده كان الماس حر. واضح ان القاتل خد الخاتم بعد ما انتهى من الضحية وكان مستعجل في الحركة، وده واضح من اثار الاحتباس الدموي في الصباع، وده يدل ان الجاني كان مركز كل اهتمامه على انه يوصل للمعلومة. طبعا النوع ده من الحرفية بتقول ان احنا قدام مرتزقة محترفين جدا، واضح جدا انهم مش من البلد. فيا ترى ايه المعلومة اللي تمنها يساوي تكاليف استئجار جماعة زي دي؟ وحسب سن الضحية اللي تقريبا ما بين 60 ل 65 سنة، اعتقد انه ما كانش هيتمسك بالمعلومة ويقبل يموت الموتة دي الا لو بيدافع عن حد لسه عايش، واكيد مش حد خايف منه، لانه برضو اكيد الضحية كان عارف انه كده كده هيموت، وكان عارف ان اللي بيحصل
مش انتقام، فمش هيحاولوا يؤذوا اهله. ففكره انه حاول ما يقولش المعلومه للحفاظ على حياه اسرته دي مستبعده، والاهم ان القتل حصل في مرحله من التعذيب كان ممكن المجني عليه يتحمل اكتر منها. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، التعذيب اللي ظاهر ده على يد خبير في التعذيب، واكيد كان عارف ايه الاماكن اللي تأذي لكن مش هتوصل للموت، وده برضو واضح من الاماكن اللي عذبوا الراجل فيها. ده استخدم الكهرباء على النهايات العصبية في جسمه، ودي عملية خطيرة جدا بتأذي الجهاز العصبي كله، وانه خدها كوسيلة تعذيب فهو مدرك ومتدرب عليها بشكل احترافي جدا. فهو وقف التعذيب عند نقطة معينة، واعتقد النقطة دي لما اعترف فيها المجني عليه بالمعلومة المطلوبة. وهنا احنا في احتياج شديد جدا اننا نركز ايه نوع المعلومة دي. طبعا من شغل الضحايا الثلاثة مستبعد ان تكون المعلومة عن السوق، لان دي معلومة مش هتتكلف كل ده. فاعتقد ان المعلومة المطلوبة كانت شخصية، وبناء على سن المجني عليه ووجوده في مكان ومعاه ست بتدير شقة دعارة، اعتقد انه كان غاوي علاقات مع الستات. وده بيخلينا نفكر في نقطة، ان احتمال يكون المجني عليه قرر يستمتع بحياته بعيدا عن الشغل. هنا تظهر احتمالية لازم نتحرى عنها، وهي ان المجني عليه حساباته البنكية اتسحب منها اي شيء في اخر شهور او لا، لانه في الغالب النوعية دي من الناس لما بتفكر تدخل علاقات بتعمل احتياطات، زي انهم يتجوزوا البنت عرفي مثلا او رسمي في السر، بحيث انه لو حصل والصحافة قدرت توصل للعلاقة يكون عندهم تغطية مناسبة. وطبعا الشخص اللي بيعمل كده بيكون مأمن اولاده من فكرة ان واحدة زي دي تورث معاهم، ودي نقطة مهمة جدا في تصوري، هي مفتاح للقضية ككل. بص ليوسف امين الهنيدي وقال له انت بنيت افتراضيات لكن كلها مفيش عليها ادلة لحد دلوقتي. رد عليه واحد من اللي قاعدين، لا يا باشا، الضابط يوسف بيتكلم صح، ابراهيم منصور الضحية اللي بيتكلم عنه يوسف، التحريات اثبتت انه فعلا كان متجوز عرفي من 4 شهور من بنت، ودي مش اول مرة له. بس المهم في الموضوع ان ابراهيم كان بيصفي كل ممتلكاته في مصر في سرية تامة، وصفر كل حساباته البنكية، ونزل اشترى من فرنسا قطعة نادرة جدا من الالماس الحر، وتقريبا حط فيها اغلب ثروته. بص امين الهنيدي له وقال له يعني كلام الضابط ده صح؟ رد عليه احتمال كبير يا فندم تكون استنتاجاته صحيحة. فبص ليوسف وقال له طب كمل يا ابني. يوسف قال له بص يا باشا، كده المعلومة كانت عن مكان قطعة الالماس، واللي واضح طبعا ان تمنها يستاهل انه حد يدفع للمرتزقة دول عشان يوصل له. لكن السؤال هنا، مين يعرف ان الضحية عمل كده؟ رد واحد من اللي قاعدين، شركات الضحية لحد دلوقتي تحت ادارة ابنه، وكل حاجة ظاهريا تبان عادية، لانه كان حريص جدا ان صورته الاجتماعية ما تتهزش، خاصة انه كان واخد قروض كتيرة من البنوك. رد يوسف ايوه يا باشا، واعتقد كمان ان ابراهيم كان بيخطط انه يسيب البلد في هدوء ويهرب باللي خده من غير ما حد يحس بيه. واضح جدا ان ابراهيم كان عامل حسابه انه هيسيب الشركات بتاعته في مصر باسم ابنه، ولان ابنه مش هيكون عليه اي عقوبة قانونية، لان في الاغلب القروض دي باسم ابراهيم نفسه. بس كنت حابب اتأكد من معلومة، هو الابن اللي بيدير الشركات له اخوات ولا وحيد؟ رد واحد من اللي قاعدين، لا ابراهيم ما كانش عنده غير بنت وولد بس. رد يوسف كده دول ابعد اتنين عن الترتيب ده للقتل، وكده في شخص غريب عارف ترتيب ابراهيم، وهو اللي بيسعى انه يستولى على الفلوس، وعشان كده ابراهيم حاول انه ما يعترفش، وطبعا ده خلى الجاني يزود التعذيب. ومش بعيد ابدا يا فندم يكون الجاني ملوش اي علاقة بابراهيم. وهنا ساد صمت رهيب في القاعة، قطعوا امين وهو بيقول ليوسف ازاي يعني يا ابني؟ رد عليه يوسف ببساطة يا فندم، ممكن يكون الجاني تتبع ابراهيم بعد شراء الالماس من فرنسا، لان زي ما حضراتكم عارفين صلاة العرض دي بيكون في عليها مراقبة من المافيا العالمية، ومش بعيد ابدا يكون ابراهيم استهدف من هناك عن طريق المافيا، وبعتوا رجالتهم عشان يعرفوا مكان الماسة هنا من ابراهيم، ويغطوا على القضية بقتل الاتنين التانيين ومدام هبة الانصاري، وطبعا ده عشان من الجأش للانتربول الدولي، وتكون جريمة قتل عادية او نتخيل انها جريمة داخلية، والانظار تبعد تماما عن القاتل الحقيقي، وبكده مش هنوصل لحاجة، وهتتقفل القضية بعيد عن الانتربول. وطبعا
خوف المافيا من الانتربول مش خوف من الشرطة، لكن بيدل على خوف من حرب العصابات، لان اكيد لو الموضوع وصل للانتربول اكيد اكتر من مافيا هتسعى انها تمتلك المسا دي. فاحنا قدام جهة من جهات المافيا الضعيفة اللي بتحاول تأمن نفسها بمبلغ ضخم جدا زي ده، وفي نفس الوقت في سرية عشان تبقى بعيدة عن عيون اي حد. واختيار ان الجريمة تحصل في مصر دي ضربة استباقية لأي حد كان بيخطط يسرق إبراهيم بعد ما يهرب، لأن أغلب المافيا في العالم ملهاش قوة كفاية في المنطقة بتاعت الشرق الأوسط عامة، فأكيد ما حدش هيغامر بلفت الانتباه هنا. فالمجموعة المخططة للجريمة دي خططت ليها بذكاء شديد، خلت الكل ينتظر إبراهيم يخلص كل أموره هنا ويخرج لهم برا لبلد يقدروا فيها ينفذوا اللي هم عايزينه. وفي وقت ترقب الكل هم نفذوا العملية في أرض المافيا مالهاش عليها سلطة، وبكده محدش هيقدر يعرف أو يشير حتى لمين اللي قام بالعملية دي، وهتفضل العملية مخفية، وده حماية للجهة اللي عملت. ودي مش من صفات للمافيا الأمريكية اللي بتفتخر بأعمالها ولا الروسية. وطبعا اللي يأكد ده استخدام الأسلحة المختلطة من الجيشين، وده يخلي الاحتمال الأقوى إن احنا قدام مجموعة من المافيا الصربية، ودول معروف عنهم الاختيالات والابتزاز والأنشطة اللي من النوع ده، وكان تدريبهم على مستوى، وعندهم جهاز كامل للتعذيب، خاصة إن كان في منهم من الاتحاد السوفيتي السابق قبل ما يتفككوه. وهنا احنا قدام السلاح الروسي المستخدم، وطبعا صربيا فيها عمليات أمريكية متعددة وغير معلومة، وده سبب انضمام الكتير من الضباط الفاسدين في الجيش الامريكي للمافيا الصربية. فدي المافيا الاقرب لجمع السلاحين تحت لواء واحد. والاهم ان عمليات المافيا الصربية ما بيتمش الاعلان عنها او الافتخار بيها، واغلب عملياتهم بتكون ابتزاز واكل والتجار في البشر، وليهم في كل دول العالم رجالة بسبب تجارة السلاح وتهريب الاسلحة المحرمة دوليا، وده فتح مجال كبير بينهم وبين اغلب العصابات في دول العالم، وده يخلي احتمالية ان ليهم نفوذ اقرب من اي مافيا تاني في المنطقة هي اللي اقرب للواقع، وده عن طريق السودان، لان صربيا اللي تحت السيطرة للدولة اليوغوسلافية في تعاون بينها وبين السودان. ومن حدودنا المشتركة ممكن دخول اي عناصر اجرامية وتهريب اي سلاح. وطبعا ما يغيبش عن حضراتكم العلاقات المصرية السودانية اللي هتسهل للمافيا الصربية الوصول لمعلومات كافية عن ابراهيم تساعدهم في التخطيط وتنفيذ العملية. طبعا كل اللي قاعدين انزهلوا بذكاء يوسف الشديد جدا في توضيح القضية بكل ابعادها، وبص امين الهنيدي ليوسف وقال له انت كلامك مقنع فعلا، وبكده تكون القضية خرجت من ايدينا وهتروح لجهات تاني، بس حقيقي انت قدرت تثبت كفاءة، وعلى العموم هنشوف ده الوقت اللي جاي اكتر. وبص المحفوظ سكرتيره وقال له اتصل لي دلوقتي بمعالي مساعد الوزير، لازم نبلغه باللي وصلنا له فورا. وقام كل اللي قاعدين في القاعة وهم بيتحركوا في اتجاه يوسف وبيهنوه، لكن كان واضح جدا النفسيات اللي بدأت تتكون تجاه يوسف كان في حالة من الغضب، في نفس الوقت كان في اعجاب شديد بيه. انت كنت مستغرب يا احمد صح عن الجريمة اللي حكى عنها في الفيديو التالت اللي سابهولنا، فاكر ساعتها قلتلي الضحايا هنا مفهومش رجالة اصلا، هو بيتكلم عن ايه في الفيديو ده؟ يتهيالي دلوقتي انت فهمت، المجرم ده بيلعبني زي ما انت شايف، هو بيحكي عن اول قضية انا اشتغلت عليها، الكلام ده سنة 1991 لما كنت لسه راجع من روسيا جديد يا احمد، غير انه اللي اراه في الفيديو ده المرة دي مذكراتي الشخصية اللي مفيش حد في الدنيا اراها. طب يا يوسف باشا حضرتك شايف هو عايز ايه؟ سؤال مهم جدا، برافو عليك يا احمد، الواد ده بيربط خيوط كتيرة ببعضيها، بس مفتاح كل ده في اسم ايناس هو اللي هيوضح كل حاجة. انا شاكك في دلوقتي الحلقة السادسة خلصت، أتمنى تكون عجبتكم، وبإذن الله في الحلقات الجديدة هنعرف إيه حكاية اسم إيناس وإيه اللي اكتشفه يوسف الكردي، ومين بيلعبه، ومين اللي بيبعت له الشرايط دي، وأسرار كتيرة تاني هنعرفها مع بعض في الحلقات اللي جاية. لو عجبتك الحلقة فأنا بستأذنك تدوس لايك وتكتب لي كومنت، ولو حابب إنك تدعم القناة
فانا بستأذنك تعمل شير للفيديو عشان يوصل لناس اكتر، ولو هتعمل حركة اكسبلور فشكرا ليك، ولو لسه مش عامل سبسكرايب للقناة فانا بستأذنك تعمل سبسكرايب دلوقتي عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.